نذهب إلى واشنطن. سيدة فاطمة، هل التغييرات التي أجراها السيد البرهان في المناصب ومنها وزير الداخلية هل يمكن أن تسهم في استعادة الأمن ولو قليلا في العاصمة وضواحيها؟ شكرا لمشاهدي قناة القد، شكرا لك أحمد، الرحمة لكل شهداء الوطن، وعاجل الشفاء للجرحى، وعودا آمنا للمفقودين، وعودا للسودان في حضن السلام قريبا إن شاء الله. هذه يعني التغييرات لا أعتقد أنها يعني لم تفعل شيء في ظل هذا الواقع الفوضوي. هذه الفوضى لا تعني، لأن يعني أطراف الحرب ليس لديهما هدف كما ذكر ضيفك مع احترامي لوجهة نظره، ولكن ما زال الهدف قائم للطرفين، كل منهم يريد أن يحقق نصرا ويريد أن يسيطر على المواقع الاستراتيجية في الخرطوم ليعلن أنه المسيطر على الدولة، ولكن خروج عدد ليس بالقليل من المجرمين من السجون ساهم أيضا في هذه الفوضى. هنالك روايات متضاربة يعني مختلفة لسكان الخرطوم، خاصة فيما يتعلق بعمليات النهب والسلب وعمليات التفاهم ما بين قوات الدعم السريع وبعض يعني سكان الأحياء. هنالك من يرون أن قوات من الدعم السريع تنهب أو تسلب، هنالك من يرون أنهم يتعايشون مع قوات الدعم السريع، ولكن هذه الفوضى خلقتها أيضا خلايا النظام السابق ويعني أرادت ذلك، فهي هددت من قبل أما يعني أن ترق كل الدماء أو ترق منهم دماء، والآن ترق كل الدماء. واضح أن الطرف الثالث يلعب بشدة، وهذا التهديد قبل سقوط النظام البائد كان يهدد إما أن يكونوا في هذه في ضفة الحكم أو على كرسي السلطة، وإلا السودان مهدد بسيناريوهات كثيرة، سيناريو سوريا وليبيا وذكروها كثيرا. هذه الفوضى الآن واحدة من التهديدات للنظام السابق، بالإضافة لوجود عدد ليس بالقليل من المجرمين، وهذا ظهر جليا صراع الفقر والغنى وصراع والأشياء الإشكاليات النفسية التي يعاني منها أيضا المجرمين في ظل الحرمان الذي عاشوه. أيضا مجموعة من العوامل ساهمت في هذه الفوضى القائمة الآن. غياب الشرطة ليس مبررا، الشرطة أصلا لم تكن موجودة منذ الحرب، وقوات الاحتياط المركزي هي قوات أصلا يعني قتالية تقوم أيضا بأدوار الجيش ودخلت في معارك مع قوات الدعم السريع، ولكن غياب للشرطة الجهاز المدني كان غائبا منذ بداية هذه الحرب، كأنما لم يكن لدينا أصلا شرطة مدنية تحمي المواطن. في ظل غياب الشرطة، في ظل الوضع يعني المعقد، ظل الوضع الهلامي للحرب، نعم. الآن نعم. هذه المواطن يعيش هذه الأزمة، أزمة لا أمن. الجميع فروا من هذه، من تمكن واستطاع الفرار من مدينة الخرطوم فر، ومن لم يستطع ذهب إلى أحياء، بعضهم يقول أن حي بدا فيه نوع من الأمان ذهبوا، وبعضهم يقول بعض المناطق فيها، كل من سمع من أقاربه أن المنطقة فيها قليل من الأمن ذهب، حتى أسرتي نعم. يعني نعم. ذهبت إلى خرجت من شارع العرضة إلى منطقة أخرى يعني. طيب. فهذا واضح إنه الوضع ما يمضي إلى الأسوأ، بالرغم من إنه هنالك مفاوضات في جدة، ولكن واضح جدا إصرار الطرفين على أن تكون هذه الحرب تحسم حسما عسكريا، وهذا هو المستحيل. وأيضا لا بد يعني الداعمين الدوليين أنهم يرفعوا يدهم من هذه الحرب يعني. نعم.